أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب أن المساحة المترامية من حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام في مملكة البحرين تأتي انعكاسا للنهج الديمقراطي وتماشيا مع مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث المستمر بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وفي تصريح لمعاليها بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي تحتفل به مملكة البحرين والأسرة الإعلامية في 7 مايو من كل عام، أشادت رئيسة مجلس النواب بالدور الوطني والمهني المسؤول الذي تقوم به الصحافة البحرينية عبر مساهمتها في تعزيز مجالات العمل التنموي في المملكة، وباعتبارها ركيزة أساسية وحافزا لإثراء منجزات المسيرة التنموية الشاملة في ظل الدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك المفدى والاهتمام والمساندة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ولفتت معالي رئيسة مجلس النواب إلى الدور التنويري والإيجابي للصحافة البحرينية وتحملها المسؤولية الوطنية كجزء أصيل من فريق البحرين الوطني خلال فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والانتقال لمرحلة التعافي. وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب الدور المهني والوطني والحرية المسؤولة للصحافة البحرينية وحرصها الدائم في الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.